أكد رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال أن الحضور الجماهيري اللافت في خليج 25 في البصرة يشكل علامة فارقة في تاريخ هذه البطولة. أعتقد مشاهدة لحد الآن البطولة من حضور جماهيري مميز لم فاق كل التوقعات، ولم تشهد أي بطولة خليجية سابقة هذا الحضور الجماهيري الكبير، وبالتالي أنه هذا الحضور متميز، هذا يعني شكر كبير لجماهيرنا. ليس الآن حقيقة، حتى في السابق قبل استضافتنا لخليج 25 أيضا كان لهم دور كبير بحضورهم وتشجيعهم الراقي، كان لهم الدور كبير في استضافتنا لخليج 25، فشكرا لهم.